شكرا لكم. كان إقبال كبير من طرف المواطنين، آبائي، أبنائي، إخواني، أخواتي، أمهاتي، نشكرهم على الحفاوة وعلى الاستقبال، وندعوهم أنه مثل ما استجابوا لهذا اليوم للقائنا ونشكرهم عليه، يكونوا أيضا يوم 12 جوان عند الصندوق ويعبرون عن إرادتهم. بالنسبة للبرنامج ما عنديش برنامج محدد، ما عدا برنامج الحزب اللي هو غني عن التعريف. أنا عندي برنامج فرقة كان يقول لكم راني قدوان هذي ومكبر ومعلي ونبني وهذيك يمكن نقلب عليكم. أنا نقول لكم أنا ونتوما نشوفوا الأولويات كي نخرجوا في الميدان.